اجوني جماعه قالوا لي ما اذا نزلت تسال علي. يعني انا حظ كبير هذا ان ما اذا نزلت تسال علي يعني شغله كبيره. فالتقيت به قلت لي انت قالوا لي عندك الحان حلوه وكذا عندك فتشي يعني ملائم إيه؟ قلت له والله عندي انا ما تدري انا جاي من الناصريه بعدني يعني اقدر اقول بعدني معيدي يعني ما فاهم خلينا نحكيها شنو نحكيها طق بطق ماشي يعني. فقلت لي انت عندك بعد شيء الحان؟ قلت لها عندي انا ايش عندي؟ عندي ذني اللي جايبها. قلت لها مثلا عندي اغنيه تقول حيل صحن دبابي صحن وورقني بالهم والحزن يا ليل صدق ما اطخ لك راس واشكي لك حزن فحطن نجومك والقمر بغيومك السوداء اندفن وانا على نغمات الربابة وطيف محبوبي ادق ودلالي فاحن هيل والهوا يرن واصبع يطق الى اخره. فد كله من هذا الكرزل الطابوق الكلمات كله حجر كبار يعني مو كلمات مرة. فهذا رجلها وديع خوندا داخل قال لي ما تقول لي هاي شلون لحنت هذا الحج شلون لحنت؟ قلت له لحنت بعد. قلت له لا انا حتى حكي ما اقدر احكي يعني شوف لنا في شغله ثانيه. قلت له اوكي عندي اغنيه مثلا كذاب تقول ابن الوكد. قلت له هاي مقبوله يعني ما كذاب روحك مرموره من عشريتك كذاب وتريد اريد النوم لك لا ما اريد كل شي نقول